الفكره ديال ويل اوف باز. ويل اوف باز سي ان ميديا اللي كان عندها 10 ans ديكزيستونس من 2008 جو بونس 2009 بدات ويل اوف باز. دونك واحد الميديا اللي كانت قبل ما نلتحق بها انا. الفكره كانت ديال مولاها من بعد كنت كان واحد ليكسبيريونس معاهم شي تيكسبيريونس كان دوري واحد 2 ans تقريبا اللي كانوا فيها بزاف ديال لي كونسيبت منهم لا اهلا لا اللي كي ما دوني لو نون كو جي اوجوردي كيعرف دابا صافا ولاو الناس كيعرفوني حتى بوجهي فيو كو من بعد لا اهلا لا كنت كندير دي كرونيك راديو اللي كانوا كي لي كابسول ديالهم كيكونوا فيرال في الديجيتال. درت دي زيميسيون وحدين اخرين اللي كنت كنبان فيهم بوجهي بحال كاشو بحال بروفيسور جوستمون بحال بزاف ديال لي كونسيبت اللي بديت كنبان فيهم بوجهي. هذوك الناس ولات كتعرف باللي اشرف قرشي راه هو مول الصوت افون. لا قبل ما كانوش كيعرفوا كيعرفوا الصوت ديالي وصافي. ماشي كنزير الناس اللي كنجيب مي اون فيت سي ما عرفتش سي واحد لا مانيير اللي كتحاول انك تكري بها ان كونتوني دو ديفيرتيسمون اللي كتحاول انك تبدل هذاك النمط ديال الانترفيو كيفاش كتكون. فهمتي سي راه كتكون انترفيو راه حتى هي سي دي كيسيون ريبونس دي فاي فيان اونتر لو جورناليست اي لانفيتي سوف كو يا اون توش دو ديفيرتيسمون كاين واحد شويه ديال الترفيه في هذيك الطريقه اللي داكشي جو بونس واقيلا هذا هو هادشي علاش تمشات باسكو الناس ولاو كيشوفوا الانترفيو بواحد الطريقه جديده بواحد الطريقه فيها الضحك و ميم طون فيها دي زاكتواليتي على لي سيليبريتي بريفيري ديالهم. لا هما كاملين حقيقيين زعما هما كاملين حقيقيين مي غير ليبيزود اللي كانت لا بلو بروش سي ليبيزود ديال لوبينيت حيت كان فيها واحد لو ميساج ديغيغ حيت هذيك الحلقه كانت فوزي بارتي ديال من واحد لا كومبان اللي كانت كونتخ لارسيلمون سيكسيوال في الزنقه. ديكو تما قدرت نزيد كما كنقولوا لوتي على اغريابل تشوف قدرت انني كنضحكوا سي ان كونتوني ديفيرتيسمون كنضحكوا كنشطوا كاملين ولكن او ميم طون كاين واحد لو ميساج ديغيغ فوالا كاين واحد لو ميساج واحد التوعيه على واحد الحاجه اللي كتقيس اي واحد كسو سوا كان بنت ولا دري راه كتقيس اي واحد في الشارع العام. عندي مشاريع ان شاء الله عندي مشاريع كبيره ان شاء الله. غندير واحد الفراشه في السوق نبدا نبيع تقاشر نفتح واحد المحلابه وي بيان سور كاين دي كونسيبت. دابا انا صافي واحد 2 ans كو جو ترافاي بلو بور وي لوف بوز اي جي فوندي واحد امتي ميديا سميتو بوز ارت مع صاحبي وخويا وحبيبي مامون سحاقي هو لو بروبريو هو الانفستيسور اي ما في كونفيونس اي كنجيري دابا لو ميديا الحمد لله اون افونس فريمون. هي الميديا اللي كان فيها البروفيسور اللي كان فيها كاشو اللي كان فيها اكسيون فيريتي بزاف ديال لي كونسيبت هما اللي كانوا فيرال بحال اهلا لا. دابا كاين دي كونسيبت جداد اللي ديجا راه بداو كيتحطوا كاينه لا سيزون 3 ديال مسيو البروفيسور كاين كونسيبت جديد سميتو بوزكاست كاين بلان دوتر كونسيبت ان شاء الله اللي راه كيخرجوا ديجا دابا كيديفوزا وكاينين دوتر اللي جايين في الطريق. الوغ نقول لك ديجا دابا انا كنهوستي في قناه فضائيه اللي هي شاده تي في مع خويا الكبير رشيد الادريسي شفي واحد الروبريك سميتها المحرج في ليميسيون ديالو اخر كلام. ليكسبيريونس ديال لا راديو ولا ديال لا تيلي سي واحد الحاجه اللي كان عندي فضول انني نديرها فيك ما عمرها ما كانت عندي في لا كارير ديالي. انا بديت في الديجيتال كنت درت لا كوريسبوندونس بور لا راديو بي بي سي مي ما كاينش بحال ميديا مغربيه فهمتي ديال بي بي سي كنت كوريسبوندون ديال البرنامج اكسترا بي بي سي اكسترا اي فوالا دازت واحد لا بيريود تاعي اللي كنت فيها اللي دوزت فيها كما كنقولوا هاد التجربه ديال لا راديو مي كتبقى المغرب فهمتي تخدم في ان ميديا ماروكان حسن باسكو كتفهم لودونس مغاربه انت عايش وسط منهم كتفهم شنو باغيين كتريتي لي سوجي اللي هما اللي كيقيسوهم اي انت راه كيقيسوك فيك انت راك مغربي وكتعيش في لا ميم سوسيتي. دونك كنحسن من كانت تجربه احسن وهي باقا مستمره حتى لدابا باقيين خدامين في لا سيزون كامله حتى لدابا. اي احنا اون افونس بوغ الاولى ولا لاي سي ان ار تي ولا ام بي سي 5 ولا اي حاجه كتعرفي احنا صحفيين احنا صناع محتوى احنا اعلاميين. دونك غير البروجي اللي غادي تقترح يكون واحد البروجي اللي غيعطيني ان بلوس في لا كارير ديالي واللي غنقدر نعطي ابورتي فيه واحد لا فالو راجوتي لهذاك المنبر اللي غيدير فيا الثقه. اي مرحبا باي منبر كما كان فهمتي غير نكون متفق مع لو بروجي كامل وشنو المقترح ونكون عارف راسي قادر نعمل فهمتي
je suis pas quelqu'un اللي كي فهمتي كي يتبع ماشي كيصطم في مكان مي نكون عارف راسي ديجا قادر نعطي واحد لا فالو راجوتي قادر نزيدك في داك في ديك لا استراتيجي ديالك نقدر ندير لا توش ديالي عندي لا بوسيبيليتي ندير لا توش ديالي بارتيكولير دون كيل سونس بارتيكولير في شي حوايج وي تو بو دير في كوتي بروفيسيونيل مي فهمتي كوتي بيرسونيل شوي تري نورمال كوتي بيرسونيل باش كوم تو الموند لا فيريتي زعما انا انسان ممل في حياتي ما غتلقاي بزاف ديال لي دوبليكات بحالي زعما بيرسونيل مون لو كوتي بيرسونيل كنفيق في الصباح كنمشي نخدم كنسالي الخدمه كنرجع للناس سالات لا جورني فهمتي ما كندير شي حاجه دو سبيسيال ولا شي حاجه اللي كتكاركتيريزيني على الناس مي في لو كوتي بروفيسيونيل جادور شيرشي لوريجيناليتي فهمتي جادور ميتر ما توش وي في لو كوتي بروفيسيونيل في خدمتي اون بو دير مي ما في بيرسو ما ستابل ستاغني ما كنحمقش راسي فهمتي كنعيشها كيما جات القلب ما كيضرب ديري انترفيو مع الكادافخ ديالي كيضرب القلب كيضرب القلب غير هو كيضرب بزاف د المرات في النهار فهمتي كيضرب بزاف د المرات في النهار غير هو خفقان الى قليل الهيجه مي لا فيريتي شوف انا فهمت لا كيسيون فين غادا سي جوست كو ملي كتكون واحد الحاجه اللي كيم كونسيرن با تو سول فهمتي ماشي بوحدي فهمتي انا تسوليني على شي حاجه انا معاك اللي نقدر نقول لك سي كو بيان سور بحال كاع الناس كيضرب القلب ولكن بلوس دو ديتاي يمكن نقيس واحد الحاجه ديال الناس اخرين اللي بطيط هما ما باغينش يعرفوا ما باغينش زعما فوالا هذوك اش واقع ولفت صراحه نشوف هذا الميكرو قدامي زعما اش واقع سي واحد السوبور اللي زعما ملي كنت انا كنخرج كندير دي كوفيرتور في التيران وكنحضر كنت كنشوف كاع الدراري كاع الزملاء في الموقع ديال اش واقع وسيرتو الناس ديال اسفي الناس ديال اسفي عزاز عليا بزاف الدراري ديال اسفي لا حتى كلشي غير هما كانوا فهمتي بروش بزاف باسكو اول مره تلاقيت مع الدراري ديال اشواق تلاقيت معاهم في واحد لا كوفيرتور ديال اسفي في صافي غير وحتى في سعيديه مونداري تلاقينا في بزاف ديال البلايص داكشي علاش الدراري ديال اسفي اشواق ديال اسفي عزاز عليا بزاف مي حتى كازا حتى هما دراري زوينين دراري كاملين الصراحه نمشي دري لي زيليمون ديال اشواق كاملين الله يعمر هذا و بون كونتينياسيون اي جو فوا كو الحمد لله راه غادي راه كي افونسي و برافو بون كونتينياسيون الله يكمل على كل واحد بخير اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.